أبو محمد أحد أعمدة الفروسية في عالم السباقات الميادين. أبو محمد يحيي الله. شو اسمه ابنك صغير؟ أحمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أحمد ارفع ايدك. أحمد أحمد عمك نزيه يحطك على اليوتيوب، ارفع ايدك. حبيبي الله يحميهم أبو محمد، تفرح بيهم وتشوفهم بأعلى المقامات إن شاء الله يا رب. السواعد يعتلي صوت أربوك ابن هلال الدين ومنى بن شمس المالك والمدرب أحمد أبو عبود. 2020 هذا الشوط جيل 3 سنوات. محمد النادر على صوت شريف باشا بن العيال وبن شريف باشا. الملك موسى يسبق ابو احمد، المدرب حماد عيدي، القياده لمحمد النادر. نذكر باسماء الخيول المشاركه في المجموعه الثالثه 2020 فئه ثالثه: عبيان النمر، ميسور السيرين، سلطان الهيال، وسوينج. عن الفرتيك ابو يوسف، تحياتنا ابو يوسف فرتيك. أهلا وسهلا أبو يوسف، يحيي الله يحيي الله. قرب قرب الصورة على الكاميرا أبو يوسف، على الكاميرا قاعد يصورك الزلمة. جيل 3 سنوات. وفعلا ينطلق الشوط الثاني على بركة الله. أربوك وشريف باشا، ما شاء الله تبارك الله، شريف باشا ينتزع الصدارة من البداية. أربوك بترقب حذر وشديد من قبل الفارس أوس سواعد. الأمهار في مجموعة واحدة من المراحل الأولى من السباق. أربوك وشريف باشا رأسا على رأس، بل هو أربوك الآن متصدر هذا الشوط مع أوس سواعد. الأمهار دخلت المنعطف الأول ما شاء الله. أربوك الآن متصدر بمسافة طولين عن شريف باشا. الأمهار ما بين المنعطفين بقبل دخولها الخط المستقيم ما شاء الله تبارك الله. ها هي الأمهار دخلت الخط المستقيم، نزاع كبير ما بين أربوك وشريف باشا بصدارة هذا الشوط. من الخارج أربوك، من الداخل شريف باشا، شريف باشا وأربوك، شريف باشا وأربوك، بل هو أربوك المتصدر هذا الشوط مع أوس سواعد. أربوك أربوك ما شاء الله تبارك الله. وشريف باشا أربوك بالمرتبة الأولى مع أوس سواعد، شريف باشا بالمرتبة الثانية مع الخيال محمد النادر. ما شاء الله تبارك الله، بطل هذا الشوط أربوك بن هلال الدين ومنى بن شمس. الملك أحمد أبو عبود، المدرب أيضا أحمد أبو عبود، القيادة كانت لأوس سواعد. ما شاء الله تبارك الله، أربوك القيادة كبيرة من أوس سواعد، فارس الكبير حبيبي أوس. مجموعة فيتامينات الخلطة السحرية مقدمة من أخونا راشد شادي بيروتي لتسمين الخيول. شريف باشا بن العيال، الأم بن شريف باشا، الملك موسى يسبق أبو أحمد، المدرب عماد عيد، القيادة كانت لمحمد النادر. مبروك ألف مبروك شريف باشا، مبروك موسى أبو أحمد، مبروك عماد عيد، مبروك أيضا لمحمد النادر. ما شاء الله شريف باشا بن الفحل ابن العيال بن العياد، ما شاء الله، مبروك ألف مبروك حبيبنا اللي مع شريف باشا صاحب المرتبة الثانية في هذا الشوط. إذا إخواني ننتقل إلى الشوط الثالث 2020.